عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: رجل أعطاني مجموعة من المصاحف لأجعلها في المسجد، فلما أرسلت بها إلى بلادي إلى اليمن جعلوا جزءا منها في مدرسة التحفيظ والجزء الآخر جعلوه في المسجد. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا إنما هو عبارة عن وقف وعبارة عن صدقة، فيخرج الوقف والصدقة في المكان والزمان الذي حددهما الواقف والمتصدق، وعلى ذلك فعليك أن ترسل لهم بأن يجعلوا كل المصاحف في المساجد، أن يجعلوا كل المصاحف في المساجد ولا يجعلوا فيها شيئا في مدارس التحفيظ. ثم بعد ذلك إن أردت أن تجعل مصاحف لدور التحفيظ فلا مانع أن ترسل بها لذلك، أو أن تطلب من أهل الفضل والخير والبر أو من المؤسسات الحكومية المصرح بها كمجمع الملك فهد أو غيره، أن تطلب منهم وأن توضح لهم الجهة التي تريد أن ترسلها إليها فتتقيد بذلك، لأن هذه من الأمانات التي ينبغي للمسلم أن يفي بها ومن العهود التي ينبغي للمسلم أن لا ينقضها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.